مساء الفل. طبعا موضوع الحلقة حلقة جميلة جدا، أنصح الكل بمتابعتها. موضوع الحلقة عن التغذية والصحة الجيدة والتمرين وما إلى ذلك، يعني بحيث أنك تحافظ على صحة بدنك بشكل جيد من طريقة وقائية. حلو، يعني تحاول تتجنب الأمراض أو تخفف من نسبة الوقوع فيها. لكن كذا جابوا طاري النوم بسرعة، كذا بسرعة. حلو، قام سأل عبد الرحمن، قال ليش إذا كبرنا في السن تقل ساعات نومنا وتضعف جودة نومنا؟ فقام رد، شوف اسمع الجواب. ليه المغنيسيوم جلوكونيت والمغنيسيوم هذول الشكلين اللي أنا بنصح فيهم 200 ميلي جرام كحد أدنى. طيب ليش الواحد إذا كبر في السن تقل جودة نوم أو يقل حتى ساعات نوم؟ يعني في ناس في نظريتين بالموضوع، انه احنا نحتاج نوم اقل مع التقدم في السن، او ممكن احنا بننام اقل، هذا شيء بيساهم في تقدمنا في السن. اوكي، قاعد الخص لكم انا لماذا انا نام، وتكلم هو عن هذه الجزئيه، وانه النوم. طبعا هذه الحلقه الخامسه بتكون ان شاء الله من لماذا ننام، اللي احتمال السلسله توقف فتره، احتمال. الحلقه الرابعه جاهزه بس ما راح ننشرها. الخامسه ها، اذاني مضبط السيت اب على اساس بصورها ان شاء الله، بس برضو ما راح ننشرها. عموما يمكن رمضان ما يكون فيها اي حلقات، ممكن. لكن نتكلم ماتي ووكر عن هذه، وقال هذه خرافه، كبار السن يحتاجون نوم اكثر، مو بانهم ما يحتاجون نوم اكثر، وبالرغم من هذا يفقدون جزء كبير من النوم جودة وطولا مدة يعني، وهذا يتسبب بكوارث لا حصر لها، من ضمنها أمراض كثيرة. ما أبغى عدد الأمراض أجيب لك اكتئاب، بس عموما كل الأمراض الشينة اللي ممكن تخطر على بالك. طيب، عشان أنت غصب عنك حتفقد النوم، حلو، مع التقدم في السن ضروري جدا تنام زين فترة الشباب، زين مرة. هذا يخلي اللي يعني لو تلاحظ ان اللي وصلوا مثلا عمر كبير متقدم مره في السن، طبعا لما اقول متقدم في السن انا اتكلم طبعا عن عمر مره كبير، يعني من فوق السبعين. حلو، ومن فوق السبعين بدايه التقدم في السن الكبير. حلو، هذا اذا كنت بصحه جيده ان شاء الله، بس غالبا يعني في عمر جدا متقدم في السن شفت اللي يوصلون وما شاء الله تحس ذاكرتهم نشيطة، وعيهم جدا جيد، يفهمون، يعني ما تحسه كبير في السن يلا يستوعب السالفة يلا، لا تحس صحته الذهنية والعقلية جدا ممتازة، وكذلك صحته البدنية، يعني يمكن ما يعاني من أمراض كثير، قد يكون عنده مرضين مزمنة مثلا ضغط دم أو سكر، وهذا طبيعي مع تقدم العمر يصير، لكن هو بشكل عام بصحة جيدة، يقوم ويجي يروح ويلبس ويطلع ويضحك ويفهم ويتابع، ويمكن يتابع مسلسلات أفلام وما إلى ذلك، يعني الصحة العقلية جيدة. هذا كان ينام غالبا نوم جدا ممتاز في من فترة شباب العشرينات إلى تقريبا الخمسين وما بعد الخمسين إلى الستين، إلى وصولنا للستين سنة. فضروري جدا تحرص على نومك اليوم، ضروري جدا. ليش؟ لأن جسمك قادر على توليد النوم الحمد لله بشكل جيد. حتوصل سن مع كامل الأسف مخبريا طبيا تجاربيا سريريا أثبت أنه الإنسان يفقد القدرة على توليد النوم مع التقدم في السن، فيصير حتما راح تفقد هذه النعمة وبس.